ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة للدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراما. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف، مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ احنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل ما ليه حقده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تربية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعة كده؟ اتفضل يا معلمة. تفردها كده، ها؟ تخبط عليها كده وتكبسها، ها؟ تسلك معاك. ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية يا معلمة. لما يا رجاله الوقت ازف. ما تقلقش يا معلم، بابا واقف. خبطت مع اولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجه، واللي فلوسه حاضره هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجه ونيتهم وحشه. ملناش فيه، احنا شغلنا نضيف منهم. ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا يا جماعة. أبو سنة هات يا جماعة يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجة. Thank you.
قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط، احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل، بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله، ما ضرش. والله زماني غريب. خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب الخميس، الحكومة تعبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خال، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا لا لا! غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس! غريب!